من الجامعة سحبت ملفها وما عاد شفنا وجهها. طيب وش تبين الحين من السالفة؟ أسولف يعني ما أسولف أنا. إلا صوبي بالصوبي سوالف تفتح النفس، إحنا تونا مروقين ونسمع راشد. إيه ما يخالف، خلنا سولف أحكي لي اسمها التجارب والحياة اللي تصير، إحنا في الطريق ورايحين بالجامعة وسولف. نين فلايت وايت. هلا بوي، جاء في وقته والله. يصلح ما في ستيه. العافية عليكم. الله يعافيك. يلا يلا حركي حركي. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور. هذا بيت الأستاذ نوف؟ إيه نعم أختي، ليش؟ معك راشد من تطبيق توصيل، عندي طلبية باسم الأستاذ نوف. تمام، شكرا. مين اللي عند الباب؟ الطلبية نوف. زين ما عرفتي وش اللي في الكرتون ومن اللي يرسله؟ يقول هذه طلبية لنوف، وهي كلها متعودة تطلب من هالمواقع اكسسوارات على أشياء للجوال على مكياج. وشلون ما تعرفين؟ أنتي أم لازم تعرفين وش اللي يدخل البيت وش اللي يطلع منه. الدنيا يا حبيبتي ما فاضة. سايكو ما شاء الله يهبل، من وين لك؟ طلبته. شو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس شفته في الموقع عجبني وطلبته. أنت يا الحين مكافأتك بالجامعة 800 ريال، من وين لت؟ عمتي ترى اكسسوار بسيط مو بالماس، لازم تثنين عليه فرحتي. شوفه يزعلت، قلعت. ما عليك منها، خليها علي. شوف يا عامر، أنا غلط إني ما تزوجت يوم إني صغيرة. بداية عمري وزهرة شبابي لين ما شطفني القطار شطف وبغى يفوتني. فالأخير صرت أقدم تنازلات وتزوجت واحد أي كلام. تزوجت الأول وتطلقت، وتزوجت الثاني وتطلقت، وتزوجت الثالث وتطلقت. ما شاء الله هاتريك. علشان كذا أبي نوف ما يصير فيها اللي صار فيني، أبي نزوجها من بدري. تكفى يا عامر. طب وش تبيني أسوي؟ أنزل إعلان بتويتر وقت مطلوب زوج؟ لا هي الخبل، المثل يقول اخطب البنت قبل لا تخطب ولدك. انا فكرت وفكرت وفكرت، قلت نوف ما يصلح لها الا صالح. صالح ولد عمي. نوف اختي انا. ليش لا؟ الاثنين ذولي ما يجتمعون حتى باحلام العصريه. شلون طرت على بالس؟ هي عادي وش فيها، خلنا نزوجهم على الاقل. هو نعرفه ونعرف اهله ونعرف وش يشتغل ونعرف اخلاقه. نزوجه واحد نعرفه أحسن مني ما نعرفه، وقريبنا بعد. ليش لا؟ نوف نوف أخيك ما غيره. وليش لا؟ وشو لا تتزوج واحدة من بعيد يمدحونها لك أهلك، ولما جت عندك بالبيت طلع الخافي. تزوج على المضمون يا بصروح. إيه بس أنا ما بعد كموت نفسي، والزواج يبيله دراه. يا ابن الحلال حنا شايلين رجال، وش فيك؟ أنا آخر من يدري، وعلى أساس قررته بدالي؟ حنا ما قررنا بدالك يا بنتي، حنا نقول إن صالح يبي يخطبك وهو كلم عامر بالموضوع. يا الخبلة، ما أنت بلاقيت إن واحد نزيه من صالح ولد أخوي؟ ما شاء الله عليه مرجلة ووسامة وكريم، إلا إذا عاد في شيء ثاني في بالت. إيه في شيء ثاني في بالي. من هو اللي في بالت؟ في بالي أكمل دراستي بعدين أفكر بالزواج. إيه خلص خلص، حنا نشرط على صالح إنه يخليكي تكملين دراسة. إيه نشرط عليه، ما فيها شيء، كل البنات يدرسون ويتزوجون. عندك شروط يا ولدي يا صالح؟ إيه طول شعاره يا عم. أبد بسيطة، خل هذه علي. إيه بس أختي عندها شرطين، الشرط الأول تبي تكمل دراستها، والشرط الثاني تبي شهر العسل بالنرويج. وشو له النرويج وخساير؟ تبي تقص ظهر ولد أخوي، خالهم يأخذون لهم أسبوع في يبها ويرجعون، وأهم شيء التوافيق. عز الله أن تصادع خيك، هذا الحاتي اللي يعتمد عليه. وأنا من عندي أبا خلي العرس بالبيت، وشو له التكاليف؟ والله يوفقنا وياه وتوفيق مبارك. بيض الله وجهك يا أخوي. إيه هذا الكلام السنع. عامر دق على الملك وخله يجي اليوم. الله يوفقك يا ولد أخوي.
مبروك يا ولدي مبروك. الله يبارك بعمرك يا عم. الله يتمم عليك على خير يا ولدي. اللهم يميزك خير يا بيي. مبروك مشروع مبروك جميعا. الف مبروك عقبالكم ان شاء الله. يهنيكم ويسعدكم.